حكايتنا المصرية النهاردة غير كل حكاية، حاجة كده تزغلل العين تشرح القلب وتدفي بصراحة. يعني الفقرة دي فيها تدفئة، حد يلبس حاجة من الحاجات دي بيتدفى، زي ما بيكون كان قلبي يقول علي بابا ذهب وياقوت ألماظ أحمدك يا رب. ستاتنا وبناتنا الحلوين، ممكن بقى تسيبوا كل اللي في ايديكم وتركزوا معايا في الفقرة دي. جبنا لكم أجمل وأحدث موديلات السنة دي من الذهب المشغول والمجوهرات اللي بتنافس الإيطالي بجدارة، وهتكون إن شاء الله مكتسحة المعرض السنوي للذهب في الأيام اللي جاية من شركة ماستر جولد إيجيبت. معايا النهاردة ومشرفني في الاستوديو الأستاذ مصطفى صابر، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ماستر جولد إيجيبت. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وكمان معانا، وإحنا بنشكرك طبعا جدا اللي نورتنا النهاردة. وقبل ساعات من افتتاح معرضكم السنوي في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وبيشرفنا كمان النهاردة الأستاذ سامح عبد الحكيم، وده صاحب شركة القدس لتجارة المجوهرات. أهلا بيكم. أهلا يا فندم. قولوا لي بقى، قبل افتتاح المعرض بساعات، يعني انت دلوقتي هتخلص من هنا وتروح على المعرض ان شاء الله؟ باذن الله ان شاء الله، ربنا يكرمك يا رب. قول لي بقى، ايه الموديلات الحديثه جدا اللي حضرتك هتنزلها لاول مره في المعرض؟ احنا باذن الله ان شاء الله عندنا في المعرض السنه دي الشغل ال 18 الاوزان الخفيفه اللي هي بتنافس الموديلات الايطالي، اللي هي اساسي فيها نقطه الميزان الوزن الخفيف. الوزن الخفيف ده هو العنصر الرئيسي اللي بيعتمد عليه المنتج المستورد. تمام. على اساس ان الميزان الخفيف بيبقى تكلفته اقل على المستهلك. تمام. عندنا السنه دي في المعرض الشغل اللي هو بديل للمنتجات الهندي. دي قطع صناعه مصريه بديله للمنتج الهندي اللي هو ما بيجيش الا مستورد من بره. ده في عيار ال 21، عندنا في عيار ال 18 اللي هو بداية شغلنا في المنتج المستورد البديل للمنتج المستورد، اللي هي الموديلات اللي زي دي. دي اسورة يا فندم، عيار 18، ميزانها بيتراوح 22 جرام بالعرض ده. طب ده حلو، ما تبقاش تقيلة يعني. ده كده خفيف. طب ممكن طبعا الأستاذ سامح يقدر يقول لنا ده خفيف ولا تقيل على العرض ده والحجم ده. لا يعني انا لما ادخل اشتري حاجه منك والاقيها بالجوده دي واللي يلبسها كده يعني يحس انه لابس حاجه تقيله، بس هي في نفس الوقت خفيفه جدا. يعني هو ده المنتجات البديله للشغل الايطالي اللي بنستورده من بره. انت عارفه حضرتك مدير قطع كلام مصطفى، اتفضل. الشغل ده كان بيتعمل في مصر 40 و50 جرام القطعه دي. ايوه. فبدينا نجيبه من ايطاليا. وبدينا نجيبه من تركيا. ماستر جولد سبقت كل ده، بدات تعمل الشغل اخف من الايطالي والتركي بنفس الجوده، مش هتفرقي استحاله فعلا. لدرجه ان احنا عندنا، طبعا انا ما اعرفش اعمل كده لان انا وكيل، فلازم اسيب التيكت واللوجو بتاع ماستر جولد اللي هو ده. اللي هو التيكت ده اهو بتاع ماستر جولد. بعض تجار التجزئه يقطع التيكت دوت ويحط الشغل ده في وسط الايطالي على انه ايطالي. اكتشف ده بالصدفه والزبون جاي يبيع او يبدل الحاجه، يقول لي دي ايطالي، اقول له لا دي ماستر جولد عندي اهي. دي ماستر جولد، يعني بيتباع على انه ايطالي. متخيله حضرتك حد جاي من المؤخره كده ويتنيه ماشي زي حصان السبق لما يجي يقف نمبر 1؟ هم عملوا كده. ما شاء الله، توفيق نمبر 1. فرضت عليا، مش هم اللي فرضوا عليا، السوق، ان انا يبقى عندي كده جزء كوليكشن بتاع ماستر جولد، لان الزبون بيخش فين؟ شغل ماستر، انا عاوز شغل ماستر. طب يعني اغلبيه الزبائن اللي بيجوا عند حضرتك بيسالوا هل الذهب ده ايطالي ولا مصري؟ طبعاً. لان بصراحه يعني انا شايفه جوده الصناعه كمنتجات مصريه عاليه جدا. لا احنا عندنا وذوق راقي جدا في الشغل، حاجات مختلفه. يعني دي موديلات احنا بنتداول فيها، يعتبر قطعه
الست قطع دول دي الحاجات اللي هي الموديلات الجديدة اللي احنا بنشتغل فيها على المعرض السنة دي. بس عندنا برضو شغل تاني مختلف، ده منتج صناعة مصرية ماستر جولد. بس هو ما يعني بالنسبة للإيطالي، هو الفرق ما بين المنتج المصري والمنتج الإيطالي انه التكلفة، سعر التكلفة. يعني انت بتكلفها اقل. انا ببيعها بسعر اقل وزنا. لا انا ببيع تكلفة الاجور بتاعتها في المصري اللي انا بنتجه نفس القطعة دي في الايطالي بتمن تاني. يعني المصنعية مثلا؟ المصنعية انا بتكلم على الاجور دي اللي هي المصنعية. المصنعية في الايطالي تمن، وفي المنتج اللي انا بطلعه ده تمن تاني. غالي احنا في ماستر جولد بنعتمد على فكرة التوفير للمستهلك. بس يعني انا عايزه يعني شوف الطقم ده مثلا ده 21 من الموديلات الجديده بتاعت السنه دي. احنا كده في المعرض موجود عند حضرتك النهارده في القناه كده بعد اذنك. يعني شغل راقي جدا الشغل ده ومشغولات، يعني الواحد يبقى ما تضطرش تلبس فستان غالي، يعني تلبس فستان مثلا سادة خالص. اوضح لحضرتك، حط عليه طقم زي ده بالظبط ينطق. حابب اوضح لحضرتك معلومة، الطقم اللي ماسكه الحاج سامح ده في ايديه ده ما فيش الا شركة واحدة في العالم اللي بتعمل الشغل ده بس، او النقشة دي بالذات. استاذنك هقفل دولت. الشكل ده اللي في الكورة اللمعة الضربات دي هي شركة واحدة في العالم بس كله هي اللي بتعمله. الضربات اللي شكل اللي عامل، اتفضلي امسكي الطقم. اللي هي شكل السكر دي ده يبان من بعيد يعني زي الالماس زي يعني اهو. هو من فوق ده ساده خالص. طقم ساده خالص ما فيهوش. طب وده بقى اللمعه اللي فيه دي وكده ما بتروحش مع لا 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 خالص. هو دايما الذهب محتاج من المستهلك ان هو يحافظ عليه. طبعا طبعا. الحاجة اللي مش هنحافظ عليها طبيعي انها تروح زهوتها تروح، لكن لما هنحافظ على الحاجة. الذهب معمول للزينة او للخزينة. الزينة هو ما ينفعش انا استخدمه 24 ساعة في ال 24 ساعة. لا طب انا حافظ على الذهب ازاي؟ يعني معروف مثلا ما نرشش عليه بيرفيوم بتاع بالظبط الحاجة دي. ايه تاني؟ هو في حاجات انت مش مضطرة تحافظ عليها، يعني كوليه زي ده لا بيطوله لا، يعني هو بيبقى على الهدوم. فانا الحاجة اللي في ايديا انا اخليها وقت يعني انا خارج، زي مش طول اليوم بقى. يعني عندنا الستات طول اليوم لابسه الغوايش ولابسه الخاتم ولابسه يعني الحلقة. بخلاف مثلا في غوايش ساده انا شفتها. في عندنا اساور كمان. الحاجات الساده اللي ما فيهاش مثلا اهو اهي دي قطع ساده خالص. ساده خالص دي قطعه مفيش اي حاجه بس ولا الميزان الخفيف برضو بيتحكم. غالي ان دي 8 جرام يعني العرض دي 8 جرام بالعرض ده. انا غلطت، كان المفروض اجيب شوية شغل ايطالي عشان نعمل مقارنة. ده خطأ يعني، عشان هتشوفي ان دي عندي في الايطالي 10 جرام. طب هتقولي لي طب هو ايه 10 جرام و20؟ هقولك ايه، لما تكون الجرام النهاردة ب 1500 وتيجي تشتري القطعة دي اقولك 20 جرام يعني فيها ب 30,000 جنيه دهب. طبعا انت هتكشلي، ما هو انا عاوزها ال 8 جرام دي في 15 ب 15000 جنيه ب 12000 جنيه اقل من النص. اقل من النص. طب كانت النتيجه في ايه؟ ان احنا بنجيب الايطالي الجرام مصنعيه 250 و300 و350 بيوصل ل 600 جنيه. النهارده ماستر جولد وفرت نص المصنعيه دي. يعني اقدر اروح عند ماستر جولد اخد شغل اعلى من الايطالي وبنص باقل من نص مصنعيه الايطالي. وصناعه مصريه. صناعه مصريه وجوده تفوق الايطاليه. ده اللي انا عاوز اقوله بقى. طب حضرتك عن شوفوا الجمال ده، العين ده مش ده مصري، ده مصري. والميزان كل والميزان ده ميزانه 40 جرام عباره عن كوليه وانسيال وخاتم بالحجم ده. ده هولو. ده حاجه اسمها هولو. هولو ده بتعملي شركه في ايطاليا، مش هقول اسمها عشان ما تبقاش يعني. ويعني عاوز اقول لك ان بيتباع الجرام مصنعيه. انا لسه كنت في تركيا قريب بجيب شغل. الجرام مصنعيه من ده ب$9 وندفع عليه شحن ونقل $3 و$3 ونص، يعني ارقام فلكيه. تخيل لما تعمل عند ماستر جولد اقول ده نص الثمن. اقول لا ده كده تلت. كده تلت.
ده كده تلت. اقول عشان نشجع الستات والبنات ده كده تلت التمن. يعني التاني بيتباع ب 450 وكده احنا 200 تخيلي تلت التمن يعني حاجه دايما يكسب قليل يعني. طيب معروف عن ستاتنا انهم مثلا ايه يحبوا يشتروا الذهب النهارده بعد سنه سنتين بيحبوا يبدلوا ياخدوا الموديلات الجديده. هل لما بيجوا عند حضرتك عشان يبدلوا بتقلل من المصنعيه طبعا؟ هو انت بتبدلي احنا عاملين سياسه القديم بنفس سعر الجديد هتدفعي مصنعيه فقط على الجديد فقط. يعني انت معاكي 10 جرام وخدتي من عندي حاجه قطعه مستر جولد 10 جرام تمام ده 10 جرام قصاد 10 جرام هتدفعي بس على الجديد ده مصنعيته فقط. مفيش اي خصومات من الذهب خالص. كمان مستر جولد عامله حاجه للستات اللي حابه ان هي تستثمر في الذهب السبائك. ايوه من اول الجنيه الثمانية جرام السبيكة اهي ال 31 جرام و100 التوله وال 50 جرام وال 100 جرام ال 50 جرام وال 100 جرام وطبعا في كيلوهات بقى للناس اللي اهو كل انواع السبائك ماستر جولد بتشتغل بتعمل كل انواع السبائك مصري بنفس الجوده بتاعت السبيكه العالميه. يعني تجيبي اي سبيكه من بره هي نفس الجوده نفس العيار. السبائك دي بتبقى عيار 24 ذهب خالص بيبقى مصنعيتها بسيطه جدا 50 جنيه 40 جنيه في الجرام اللي هو ب 1700 جنيه النهارده. فحاجه يعني مثلا كاش باك وبعد كده ليها كمان اعاده بيع تاخدي كاش باك بمعنى ان انت السؤال اللي انا كنت هسأله لك بقى لما بيجي الزبون مثلا يرجع لك السبيكه دي ياخد على كل جرام مثلا 20 جنيه 25 حسب هو واخد ايه كل حاجه ليها سعر يعني يرجع تاني ياخد كاش باك على السبايك. ماستر جولد متفوقه في الموضوع ده قوي وفي موضوع الكاش باك في السبايك بجانب ان في حاجات حضرتك ما كناش نتخيل. الطقم ده مثلا هندي لو الصوره هتيجي عليه مثلا الطقم ده هندي كنا بنجيبه شغل هندي مش عارف كده انا الصوره جايه عليه تمام الطقم ده يعني وزنه مثلا مش هيكمل 60 جرام. الطقم ده كنا بنجيبه 180 جرام و 140 جرام عشان الفزوز بتفرق بقى ما فيهوش ولا فص ده ساده ده ساده خالص. احنا في مصر جولد دلوقتي معظم الشغل عندنا ساده ال 21 ال 18 بيتعامل نفس معامله المنتج الايطالي نفس السياسه بتاعته هو في طبيعته هو برضه منتج ساده ما فيهوش حجاره دايما لو في حاجه بتبقى للتطعيم لجمال الشكل زي مثلا طقم زي ده ما كانش فيه حجاره لكن هو فيه اضافتوه الوان الالوان هي اللي بتضيف الجمال للشكل طبعا اللي هي رسمه العين ايوه. طب هل الزبون بيجي لحضرتك يسال يقول لك انا عايز ذهب بتاع ماستر جولد؟ اوريدي هو ماستر جولد دلوقتي بقى واخد جزء كبير من السوق المصري. ان انا الزبون بيخش عليا يعني انا فاتح في منطقتين منطقه شعبيه ومنطقه راقيه بيجيني حتى زبون اجنبي خليجي جاي انا عاوز الشغل ده ماستر جولد انا شفته عند يعني ما بيقولكش بس مصري يقول لك ماستر جولد. ماستر جولد انا ماستر جولد انا كنت عامل لسه زبونه كانت جايه من ايطاليا كنت عامل لايف حتى على صفحتي جايه تاخد شغل ماستر جولد ايطاليه. طب انت مين يا استاذ مصطفى اللي بيصمم لك التصميمات؟ احنا في المصنع عندنا 500 عامل موجودين في المصنع. لا اللي بيصمم الاشكال ده خط انتاج كبير هو مش بس اللي بيصمم هو ممكن اللي يصمم منتج حلو وخط الانتاج يبقى مش حلو فهو المجهود اللي حضرتك شايفاه ده مش منظومه كامله تحت اشراف احمد صابر اخويا الكبير هو رئيس مجلس الاداره وانا مصطفى. احنا بنحاول والاستاف العماله كله اللي موجود والمشرفين الاقسام ومشرفين التنفيذ كل الناس دي بتقوم بدورها ومجهودها عشان خاطر في النهايه يطلع الكواليتي والمنتج اللي ينفع نبيعه للمستهلك عشان نحافظ على كلمه ماستر جولد. اسم ماستر جولد هو لازم يحس المستهلك منه ان هو بيديله الضمان. يعني احنا عندنا خدمه ما بعد البيع. يعني ايه خدمه ما بعد البيع؟ حضرتك بتاخدي الاسوره دي لاي سبب ما سوء استهلاك حصل اي حاجه بترجع للحاج سامح او للمحل اللي انت شغاله اشتريتي منه تدي له القطعه بدون اي حاجه هو بيرجع القطعه تاني للمصنع وانا بعيد اصلاحها وببعتها لحضرتك. ده في امكانيه ان القطعه صالحه انها تتصلح. ساعات بيبقى العيب الخطا اللي ارتكب طب حضراتكم ابتديتوا الشركه دي ازاي؟
ابتدينا، لا هو ابتدى الشركه دي احمد اخويا، هو خريج بكالوريوس تجاره صناعه، ابتدى في 93 اشتغلنا في ورشه صغيره. يعني ابتديتوا الاول بحاجه صغيره؟ اه، والدي موجه في التربيه والتعليم ملوش علاقه بالمهنه. في 93 احمد نزل اشتغل في الساغه، في 97 كان عندنا قطعه ارض بتاع والدي بعناها وهو فتح ورشه، في 99 انا نزلت معاه. من 99 بقى من ورشه صغيره الحمد لله بفضل الله علينا دلوقتي مصنع فيه 600 عامل. مصنع مصنع يعني انتوا كنتوا غاويين الحكايه دي. هو احمد اللي ابتداها لان هو كان قسم خراطه. فبما انها برضو تشكيل معادن فاتجه لقصه تصنيع الذهب، فتحنا الورشه. هي بقى كمهنه ذات نفسها تتحب لانك انت بتخلقي حاجه مش موجوده. ايوه بالظبط. فالروح دي ذات نفسها حببتنا اكتر في الشغلانه. ما شاء الله عليك. وباجتهاد الحمد لله، ربنا يجمعكم دايما يا رب، ما يفرقكم ابدا، وبركه دعاء الوالدين. يعني هي دي اللي برضه ونتقله طبعا. طبعا انا طبعا بشكركم جدا جدا جدا. وبعدين انا بفتخر دايما بالصناعه المصريه. يعني لما توصل الصناعه المصريه للجوده دي والرقي والذوق الرفيع ده مع السعر المعقول اللي في متناول جميع الستات او جميع البنات او حد عايز يجيب شبكه، يعني حاجه تشرف فعلا. يعني لما عريس يدخل على اهل عروسته بشبكه زي دي بالتاكيد حاجه تشرف. الاوزان كمان يا فندم، والاوزان طبعا، طقم 25 جرام 28 جرام، طقم اسوره وخاتم وكده. انما بصراحه يدي اكتر من كده. يعني انا بشكركم جدا جدا جدا، وفعلا انا متشرفه بيكم وبشكركم الجميل. الله يخليك يا فندم. شكرا جزيلا للاستاذ مصطفى صابر المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركه ماستر جولد ايجيبت، والاستاذ سامح عبد الحكيم صاحب شركه القدس لتجاره المجوهرات. شكرا شكرا شكرا.